السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكل أصدقاء في هذه القناة ديالنا على اليوتيوب. أشكركم جزيل الشكر على الدعم ديالكم والمساندة ديالكم. من خلال ملي كنقول الدعم ديالكم راه كيجي من خلال الاشتراك في القناة وترك يعني واحد التعليق وتفعيل زر الجرس. ملي كتبقى تفعل يعني زر الجرس راه كيبقى دائما يوصلك الجديد ديال القناة. فكنشكركم بزاف على الدعم ديالكم والمساندة ديالكم لنا، وما تنساوش تبارطاجيو كذلك، لان هذه هي الوسيله الوحيده باش ممكن يعني انكم تدعمونا ونخليونا نزيدوا القناه. كيفاش ممكن على انكم تحققوا الربح من اليوتيوب والفيسبوك؟ غادي نشرحوا بطريقه مفصله ان شاء الله باذن الله. الحلقه الثالثه من البرنامج تحدثنا فيه بشكل مختصر على كيفاش فيسبوك والواتساب كيستعملوا البيانات ديالنا، وما فيها بس الان يعني نزيد نفصل شويه في هذا الموضوع هذا لانه موضوع جد مهم. كاين واحد المثل كيقول على انه الا ما كنتيش كتخلص ثمن شي خدمه معينه فاعلم انك انت هو البضاعه. هذا المثال هذا يعبر على الفيسبوك والواتساب. فكنعرفوا على ان هاد التطبيقات ديال الفيسبوك والواتساب فهي تطبيقات مجانيه، لكن ماشي فيسبوك واتساب. فيسبوك واتساب انستغرام ميسنجر هادو تطبيقات تابعين للشركه لاسوسيتي ماغ هي فيسبوك، يعني الشركه الام هي الفيسبوك. كيفاش كيستخدم الفيسبوك البيانات ديالنا حنا كفيسبوكيين؟ كيفاش كيقوم يعني بالاستخدام ديالهم؟ وكيفاش الطريقه على ان الشركه قائمه بذاتها وتحقق يعني المليارات من الدولارات ديال الارباح؟ سنة 2019 كما قلت في اللايف في الفيديو السابق حققت الشركة 70 مليار دولار ديال الأرباح سنة 2019. فكيفاش السؤال المطروح دابا الآن، كيفاش هاد الشركة هادي كتقدر على أنها تحقق هاد الأرباح وهي مجانية؟ هي كتعطي التطبيق ديالها مجاني. الطريقة ديال تحقيق الأرباح، وهنا ملي كنتحدث على فيسبوك فكنتحدث على 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 الشركات بأربعة لأنهم تابعين نفس الشركة ديال فيسبوك. كما قلت لا سوسيتي ماغ هي فيسبوك. كاين فيسبوك واتساب يعني انستغرام ميسنجر. كاين البيانات ديالك انت كتدخل للتطبيق ديال فيسبوك كيطلبوا لك مجموعه من البيانات، الرقم ديال الهاتف الا ما عطيتيش الرقم ديال الهاتف كتعطي الايميل ديالك، كيتحققوا منك على ان حقا داك الهاتف اللي عطيتيه راه ديالك، كيصيفطوا لك كود في داك الهاتف باش كيتيقنوا على ان داك البيانات راه ديالك، يعني راك ما يمكنش يعني تجي تدخ عليهم. دونك كتعطيهم النمره ديال التليفون، انت عندك لاكسي ديال داك النمره التليفون، كتمشي تجي داك الكود كتدخلو كيخدم لك التطبيق ديال فيسبوك ولا التطبيقات الاخرى. اذا هنا انت عطيتيهم مجموعه من المعلومات، عطيتيهم الاسم ديالك، عطيتيهم يعني الهاتف ديالك، عطيتيهم الايميل ديالك. الا استطعتي تحل هذا الحساب من بعد غادي يبقاو يشوفوا التفاعل ديالك كيفاش داير، لي كومونتير كيفاش كديرهم يعني على لي برودوي. مثلا انا عطيت مثال يعني بالكاميرا مثلا ديال كانون، مثلا شفتيها في بيبليكاسيون معينه ومشيتي تعلقتي عليها، داك التعليق ديالك راه اوتوماتيكمون كاينين لي روبو، كاينين الناس اللي خدامين تقنيين كيعرفوك انت في علاقتك مع داك المنتوج، يعني انت في علاقتك مع داك المنتوج، واش انت راضي على داك المنتوج ولا ما راضيش عليه. الا كنتي راضي على داك المنتوج اوتوماتيكمون في لاباز دو دوني ديالهم كتكتب لك على انك انت تريد يعني الكاميرا فلان فلانيه، ولا انت تريد الهاتف فلان فلاني، ولا انت تريد المنتوج فلان فلاني. فكيتم يعني بيع البيانات ديالك، واحد لاباز دو دوني، القاعده ديال البيانات ديالك كيتم يعني البيع ديالها من للشركات. علاش كيبيعوهم للشركات؟ علاش مثلا هاد البيانات ديالك، المحادثات ديالك، يعني بزاف ديال الامور، نهضروا على المحادثه مثلا في واتساب، انت عبرتي على انك تريد المنتوج فلان فلاني، اوتوماتيكمون كيطلع لك، كتخرج انت من داك المحادثه كتمشي لشي تطبيق تابع لهاد الشركه كتلقى اشهار كيتحدث على هذا المنتوج. اذا هاد الناس هادو كيفاش عرفوا على انني باغي داك المنتوج؟ من خلال المحادثه ديالك مع صديق ديالك. تحقيق الربح كيكون من خلال الاعلانات، 90% ديال الارباح ديال الشركه ديال الفيسبوك فكتجي من خلال الاعلانات. ملي كيتباعوا هاد البيانات للشركات فكيقوموا كيستهدفوا واحد الفئه معينه. هنا فين كاين يعني الذكاء، كيستهدفوا داك الفئه، ما كيمشيوش يديروا اشهار بطريقه عشوائيه الياطوار، لا، كيشد داك البيانات. مثلا عندي شباب، عندي فئه ديال الشباب، عندي فئه ديال الشيوخ، عندي فئه ديال واش مراه ولا رجل،
كيستهدف يعني المنتوج، داك المنتوج كيستهدف به داك الفئه معينه باش كيكون فعال، باش كيكون افيكاس. سبق واشرت في الفيديو السابق على ان مارك اللي هو المؤسس ديال شركه فيسبوك، ففي احد اللقاءات فحاولوا يحرجوه المسؤولين، حاولوا يسولوه لان تعرض للاستنطاق، هو بحال داروا له استنطاق، شدوه بداو كيستنطقوه. ويعني باش نوضعكم في الصوره اكثر، هاد الضجه اللي وقعت دابا الان راها عندها شويه علاقه بالسياسه، باش نشرح لكم ونعطيكم واحد المعطيات. هاد المعطيات هادي من ديما وشركه ديال فيسبوك كتستخدم البيانات ديالك، من ديما وهي كتستخدم المحادثات ديالك، كتعرف يعني فاش كتفكر راه كتعرفك، فاش كنت كتفكر ربما شي حوايج انت ما كتعرفهمش هي الشركه ديال فيسبوك كتعرف، لان انت من خلال المحادثات ديالك مع الاصدقاء ديالك ومع لونطوراج ديالك كتبين فريمون شكون انت، يعني كيعرفوا عليك الشاده والفاده يعني باللغه العربيه. اذا مارك كيحاول يحرج ترامب، كيدير له اي حاجه كتبها ترامب في الفيسبوك كيدير له معلومات مغلوطه او معلومات خاطئه. فهنا خلى على ان الصديق ديال ترامب اللي هو المؤسس ديال شركه بايبل، مجرد ما خرج بتدوينه على يعني على الوسائل التواصل الاجتماعي كيقول الخصوصيه ديالكم راها تخترق من خلال الواتساب، خليوا الواتساب وسيروا للتطبيق ديال شنو سميتو ديال سينيال. هو مجرد ما خرج الشركه ديال فيسبوك من خلال التطبيقات ديال واتساب فقدت اكثر من 13% ديال المستخدمين ديالها، وكذلك الشركه ديال سينيال طلعت يعني لا فالور ديال البورصه ديالها طلعت، يعني لا بورس لي زاكسيون ديالها طلعوا. ايلون ماسك منين خرج بداك التدوينه راه دارت ضجه في العالم، علاش؟ لان ايلون ماسك راه ما معروف يعني على مستوى العالم ومن اغنى اغنياء يعني العالم، هو المؤسس ديال شركه بايبل، وراه شركه ديال بايبل ما كاينش اللي ما كيعرفهاش. فهنا وقعت هاد الضجه هادي ديال على ان البيانات ديالكم تسرب. داك اللقاء اللي كانوا داروا مع ولا داك الاجتماع اللي كانوا داروا مع المؤسس ديال فيسبوك اللي هو مارك، وبقاو كيستنطقوه وقالوا له على ان كتسجلوا البيانات المحادثات ديال الناس، وقال لهم ما يمكنش على اننا نسجلوا المحادثات، وعطاهم دلائل علميه على ان لي سيرفور ديالهم ما يقدروش على انهم يسجلوا البيانات ديال واتساب وميسنجر وداك الشيء كامل، راه ما يمكنش، يعني القضيه كتبقى معقده بزاف وما يقدروش يعني علميا ما يقدروش. فداك الجلسه اللي كانوا داروا مع مارك فهو حس براسه على انه كان محروج، كان يعني داروا له جلسه ديال الاستنطاق، وبقى شادها. هادو خبراء اللي كيقولوا هاد الهضره، ماشي انا، هادي راه يعني خبراء الناس اللي كيقولوا هاد الهضره. بقى شاد يعني مارك بقى شادها لترامب عليها، ملي كان كيكتب مثلا ترامب معلومه معينه في الفيسبوك كيجي تحت منه مارك وكيدير له معلومات مغلوطه. يعني راه ضده. منين يعني دونالد ترامب راه صديق ديال ايلون ماسك، يعني المؤسس ديال بايبل، دونالد ترامب راه بينو بينو علاقه مزيانه. هاد الخلاصه ديال هاد هالحلقه هادي على ان الامور راه فيها السياسه، ما تبقاوش تشوفوا على ان فقط يعني خصوصيه ديالكم راه تخترق، راه الخصوصيه ديالكم تخترق من خلال الفيسبوك، من خلال الواتساب، من خلال التطبيقات كاملين. ملي كيقول لك على انه كيصيفط لك على انه واش ممكن تستخدم الميكرو ديالك وتستخدم الكاميرا ديالك، شنو كيطلب منك داك الساعات؟ كيطلب منك على انك راه ممكن على انني ندخل. وما خصكم تعرفوا على ان فيسبوك شركه اللي كتستخدم البيانات ديالكم وكتبيعها لشركات اخرى من اجل تحقيق الربح في الاعلانات، هذه خصكم تعرفوها، وخاص يعني الناس يتعاملوا بحيطه وحذر مع هذه وسائل التواصل الاجتماعي. ماشي امنوا تعرف راسك على انك يعني راك امن 100%، لا، وسائل التواصل الاجتماعي خاص الاحتياط شويه منها. شكرا جزيلا لكم، كانت هذه هي الحلقه ديال اليوم، دامت لكم الموده، نلتقي في فيديو قادم ان شاء الله. ما تنساوش تدعمونا من خلال التعليقات ديالكم، من خلال البارتاج ديالكم، الاشتراك في القناه، وراه الدعم ديالكم دائما اقولها واعيدها، الدعم ديالكم هو اللي كيخلينا نزيدوا القدام ونستمروا من خلال هذه القناه. شكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله.